حتى البرجولة لها تصالح، الحكومة تكشف أبرز مخالفات البناء التي لا يعرفها المواطنون. تواصل الدولة المصرية جهودها لمواجهة فوضى البناء المخالف والتعدي على أملاك الدولة بكل حزم في إطار من القانون، وذلك بهدف وضع حد لتلك الظاهرة التي استمرت لسنوات طويلة. وكشف اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية مؤخرا عن التسهيلات التي قدمتها الحكومة للمواطنين، وأبرزها أن تكون قيمة التصالح لكل الريف 50 جنيها للمتر، واستكمال الأوراق المطلوبة خلال شهرين، ومبادرة لخصم 25% من قيمة مقابل التصالح في حالة السداد الفوري لمبلغ التصالح. وقالت نفيسة هاشم رئيس لجنة الرد على استفسارات قانون التصالح في مخالفات البناء بوزارة الإسكان إن أبرز المخالفات في المجتمعات العمرانية الجديدة تتمثل في تغيير استخدام البدروم والروف، مشيرة إلى وضع شروط لمن يرغب منهم في وضع برجولة بحديقة منزله. وأضافت هاشم أن من يضع برجولة في حديقة منزله بدون رخصة فإنه مخالف وعليه التصالح، ذاكرة أن المخالف يسجل له محضر ومخالفة تكون بنفس سعر التصالح بالمدن الجديدة. وذكرت أن أي مواطن سدد أكثر من نسبة 25% للتصالح على مخالفات البناء سوف يسترد باقي المبلغ، مضيفة أن التصالح يزيد من قيمة المباني. وعن القرى الموجودة بالمدن الجديدة أوضحت أن المطور العقاري هو المسؤول عن التقدم بطلبات التصالح إذا كان هو من أخرج الرخصة لكل وحدة القرية، لافتة إلى أنه حال بناء المواطن نفسه على قطعة أرض بالوحدة فإنه المسؤول عن التقدم بطلب التصالح. وأضافت أن من قام بسداد 100% من قيمة التصالح له الحق في استرداد نسبة الخصم ب 25% التي أقرها مجلس الوزراء، مشيرة إلى أن هيئة المجتمعات العمرانية في المدن الجديدة قامت بتحديد أن تكون البرجولة بنسبة 5% من مساحة المسطح المبني ويكون ارتفاعها أقل من ارتفاع السور.